في إطار دعم وتنفيذ المشروع القومي حياة كريمة والذي يعمل على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، ويستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد في المحافظات والقرى المختلفة. شهدت وزارة التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة يستهدف إنشاء بنية تكنولوجية للمدارس بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي.